السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال عند احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. عندي مشكل في لي فران، لا بيدال دو فران، لما نورك على لا بيدال تاع الفران دير واحد الحس كراك كراك كراك، ورغم اني بدلت لي بلاكات ودرت لا بيرج مازال هذاك المشكل باقي، دائما دير لي واحد الكلاكاج كراك كراك او نيفو دي فران. غادي غادي نسيو ان شاء الله. سمعت عاود زيد عاود وزي مشارير حتى نسمع بش بش ياك وي هنونطو هاو نسير ما شابو مشارير. هذه سيارة أودي 3 سنة 1999 يعني هذا الحس هذا طق 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 لما أنا نوركو على البيدال تاع الفران دير لنا هذا الحس وفيها فش فش بعدك. واش يعني كيقدر يكون من الترسيلان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا بالنسبة للصوت اللي نسمعوا فيه اللي هو وقت يشد فران يعمل ضربة، يعني يعمل ضربة عن يعني العملية كلها يعني في تحت السيارة في العفشة بتاع السيارة في الفونتران أو في الفرامل أو في التري، هذا نسموه احنا تري أو سابو أو تمسك الباتانات، هذوما هذه عندها دور كبير في 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 وجود الصوت. شنو اللي يصير هو بالضبط؟ هذه احيانا يعني تبدا يعني خاربه واللكسوات بتاعها يعني اللي
اللي يحركوها يكونوا تعبين. شنو خلينا نحمل من هنا ومن هنا ونوريكم على الطبيعه. هذا صابون النحو. ايش عندنا هنا؟ عندنا اللي هما الباتنات، اللي هما هنا الباتنات نتاع الفران اللي هما يركبوا على الفران. وش عندنا هنا؟ عندنا اكسوات، عندنا هذا اكس وهذا اكس. شفتوا هذا؟ هذا احيانا يرجع من الضربه هذه. شفتوا احيانا يبدا واسع هنا، انت تشد فران وهو يقدم يوخر، انت تشد فران وهو يقدم يوخر. هذا احيانا يبدا واسع، في بعض الاحيان يبدا هذا واسع او الباقي نتاعو هذه ميت، يعني عنده هنا مكان يدخل فيه يبدا يعني تعب على الاخر فيعمل الصوت هذاك. هذا سمعتوه هكا، هذاك يبدا تو هكا يبدا لوطه به، كي نهزوا لفوق طبعا يبدا الصوت. اما كي يبدا لوطه هكا ما فيش شيء معناتها ممتاز. اما كي يبدا طالع هكا مثلا الباتانات جدد احيانا يبدا عامل مشكله هنا الصوت، يبدو خارج اكثر من اللزوم او هو نفسه يعني تعبوا هذوما يلزمهم يتغيروا. هذه حاجه من الحالات اللي تعمل الصوت. الحاجه الثانيه اللي هي هذوما الفرامل هذوما يبدا عندهم رسورات سواء هنا او هنا، يعني الباتانات هذوما يبدا عندهم اقراف او رسور. انت تشد فراء هو يقدم يوخر، هذا انت تشد فراء هو يقدم يوخر، هذاك هذاك هذا كيف كيف هذا يعمل من الصوت. يعني علاش؟ لان كل ما تمسك انت فراء كل هما يتحرك. احيانا هذوما يبدو مرخوفين، هذوما يبدو محلين اللي هما السيبور او الشداد نتاع نتاع التري هذا نتاع الفران. هذه احيانا هذاك يبدا مرخوفين او فيهم مشكل. هذه تركب هنا، شفتوها تركب هنا هذيك، هذه هي يركبوا فيها الباتانات. يعني عند عده اسباب. احيانا تبدا القطعه اللي راكبه هنا اللي هي التريونجل، نقول احنا التريونجل او اللي هي هذه، هذه تركب هنا. ساعات الروتيله تبدا ما مش مليحه يعني ميته ما صحش. واحيانا يبدو السيلان بلوك هذوما، هذوما السيلان بلوك هذوما يبدو فيهم اشكاليه. هذا السيلان بلوك هذوما يبدو فيهم اشكاليه، هذوما يبدو يعني اما فاسدين او هذه مفتوحه. تبدا ساعات البولونه هذه تبدا مفتوحه، البولونه هذه تبدا مفتوحه مثلا تبدا تقرب، او هذه السيلان بلوك يبدا يعني انتهت الصلحيه نتاعو. هذه الروتيله هذه ساعات احيانا تبدا مرخوفه من هنا. يعني هذه انا مثال، هذا رينو يمشي على مثال على السيارات كلها، هذه رينو يمكن يمشي على يعني. المهم انا الغايه باش نوصل للمعلومه، هذه تعملها اذا كان فما بونات هنا يمسكوا القطعه هذه تعملها، واذا كان فما سيلان بلوك اللي هي هذه تعمل الصوت هذاك، والبنونه هذه تبدا مرخوفه او فيها وسع تعملها. هذا من الحاجات اللي يعملوا المشكل نتاع شدان الفران وتعمل صوت. احيانا هذا كيف كيف هذا الامورتيسور يركب هنا في المكان هذا، احيانا البنات هذوما تاع الامورتيسور يبدو مرخوفين. هذا كيف كيف يعملوها، اي حاجه تتحرك تقدر تعمل المشكل هذاك نتاع الصوت في الفرامل. هذه المعلومه اللي حبيت نوصلها لكم بالنسبه للسيد هذا اللي يسال على صوت عند مسك الفرامل. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.